تلكم ذلكم هو موقف جبهه العداله والتنميه ولذلك اعتبرت نفسها غير معنيه بهذا الاستحقاق القادم وتركت الامراء بعد ذلك في في اتخاذ مواقف جديده ربما بحسب ما قد يجد من معطيات او اوضاع او ظروف هنا اشير الى ان هناك فهم روجت له بعض وسائل الاعلام في ان جبهه العداله والتنميه معناها تبحث عن مرشح توافقي وانها ستؤيد مرشحا اخر هذا الامر هذا لم يرد في البيان لكننا لسنا ضد المبدا غير ان الامر الموقف العملي فيه معلق على ما قد يجد من معطيات واوضاع وظروف في الاسماء الموجوده حاليا لا نجد من يستحق هذه الثقه